الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر العلمي، اليوم موعدنا مع درس جديد في مادة الجيولوجيا، الدرس بعنوان قراءة تاريخ الأرض. في البداية تقدير عمر الصخور، عندنا طريقتين بنقدر بها عمر الصخور، عندنا شيء اسمه العمر المطلق وعندنا حاجة اسمها العمر النسبي. العمر النسبي مقسم إلى عدة أشياء: قانون تعاقب الطبقات، مبدأ تتابع الحياة، مبدأ صلة القاطع والمقطوع الشارب الدخيلة. طبعا كل ده حنتكلم عنه لوحده بعد شوية، وعندي حاجة اسمها عدم التوافق. حنبدأ في البداية بالعمر المطلق للصخور. عمر المطلق يعني تقدير عمر الصخور عدديا بالسنين. لما نيجي نقول مثلا طبقة معينة عمرها مثلا 100 عام، يبقى أنا مدام ذكرت رقم يبقى ده اسمه عمر مطلق. طبعا ده بيتم عن طريق تحلل العناصر المشعة. عندي تعريف مهم: فترة نصف العمر هي الفترة اللازمة لتحلل نصف ذرات العنصر المشع. الفترة نصف العمر هي الفترة اللازمة لتحلل نصف ذرات العنصر المشع. طيب العمر النسبي للصخور، عمر النسبي ده ترتيب وضع الصخور في مكان مناسب ضمن تسلسل أو تعاقب أحدث أقدم أقدم أحدث، تمام؟ تعاقب الأحداث يعني من يترسب الأول من يترسب الآخر. نشوف الصورة كده اللي قدامنا، كتاب الجيولوجي. كتاب الجيولوجيا هو الكتاب الموجود بالأسفل، وتعالوا فوق كتب. طبعا كتاب الجيولوجيا ده أول كتاب اتحط مثلا على الطاولة، بعد كده جاءت كتب فوقه. إذا الكتاب الجيولوجيا ده أول، لو قلنا دي طبقات مثلا، يبقى الطبقة اللي في الأسفل دي أول طبقة ترسبت، ثم اللي تعالوها هي الأحداث وهكذا. يبقى العمر النسبي للصخور، ما مش بنتكلم عن عمر بالسنين زي العمر المطلق، لا، احنا بنرتب الطبقات او الصخور ضمن تسلسل من الاحدث الى الاقدم، او مثلا من الاقدم الى الاحدث، تمام. نبدا قانون تعاقب الطبقات. القانون ده وضعه عالم اسمه نيكولاس ستينو. القانون بيقول ايه بقى؟ فاي تتابع للطبقات الصخور الصوبيه تكون اي طبقه احدث من الطبقه التي تقع اسفلها، ده شيء طبيعي. اي طبقه احدث من التي اسفلها، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ما لم تكن هذه الطبقات تعرضت لقوة ادت لتغير، يعني ما يحصلش حركات ارضية، ما يحدثش مثلا اي شيء في زي ما هنشوف بعد شوية، اي شيء في المنطقة يؤدي الى تغيير نظام تتابع الاصل او يؤدي لانقلاب الطبقات دي. يبقى في الطبيعي في قانون تعاقب الطبقات اي طبقة احدث من التي تقع اسفلها، بس بشرط ما لم تكن هذه الطبقات تعرضت لحركة أرضية أو أدت إلى انقلابها. زي ما احنا شايفين في الصورة كده، طبعا أقدم طبقة هي اللي بالأسفل، وأحدث طبقة ترسبت هي اللي بالأعلى. طيب عندنا تدريب، عندنا ثلاث طبقات بالشكل اللي انتم شايفينه ده، سي بي اي، أو من أسفل مثلا اي بي سي. السؤال الأول: أي طبقة ترسبت أولا؟ أيوة، طبقة اللي بالأسفل، طبقة ايه. طيب السؤال الثاني: أي طبقة هي الأحدث؟ أيوة، الطبقة اللي بالأعلى، طبقة سي. السؤال الثالث: ما عمر الطبقة A بالنسبة لB؟ طبعا A أقدم من B وB أحدث من A، نفس الكلام. ما عمر الطبقة B بالنسبة للطبقة C؟ B أقدم من C أو C أحدث من B. رتب الطبقات من الأحدث إلى الأقدم، هيبقى الترتيب من فوق لتحت سي بي اي. ترسبت A الأولا، ثم فوقها B، ثم فوقها C. طيب الشكل المقابل دي عبارة عن طي، صخور مطوية، أو عبارة عن انثناءات أو تموجات في الصخور. السؤال: هل يمكن تطبيق قانون تعاقب الطبقات هنا في المنطقة دي؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا قانون تعاقب الطبقات اي طبقة احدث من التي اسفلها ما لم تتعرض المنطقة لحركة ارضية تؤدي الى تغيير في تتابعها الاصلي. طبعا في حركة ارضية ادت الى الحدوث الطية دي مثلا، او حدوث التموجات دي، ايوه، او الانقلاب الطبقات دي، تمام، ايوه. لا يمكن تطبيق قانون تعاقب الطبقات في المنطقة هنا، ان حدثت حركة ارضية او حدثت شيء معين اتصلت بالمنطقة ادى الى تغيير في تتابع الأصلي للطبقات. طيب مبدأ تتابع الحياة. مبدأ تتابع الحياة بيقول ان الصخور التي تحتوي على نفس المحتوى الاحفوري يكون لها نفس العمر الجيولوجي. شوف الصورة كده عشان نفهم. الطبقة دي مثلا فيها بقايا احفورة معينة، هتلاقي الطبقة اللي على اليسار دي، على اليمين دي، لها فيها نفس بقايا الاحفورة، اذا الطبقتين دول لهما نفس العمر. نفس الكلام هنا، دي حفرة التريليوبايت مثلا،
الطبقه دي فيها حفوره التريلوبايت، الطبقه الثانيه الطبقه اللي هنا دي فيها حفوره التريلوبايت، اذا هو طبقتين لهما نفس العمر. لماذا؟ لان نبني بهما نفس المستوى المحتوى الاحفوري. طيب نفس الكلام هنا، الطبقتين دول بهم نفس المحتوى الاحفوري من الحفوره دي، اذا لهما نفس العمر. اذا مبدا تتابع الحياه الصخور التي تحتوي على نفس المحتوى الاحفوري يكون لها نفس العمر الجيولوجي. تدريب، نلاحظ هنا الطبقات، هنا اكس واي، طبقات A B C D E F G، وهنا الطبقات H I J K L M N O P. عايزين نعرف، عايزين ناخد حرف من X مع حرف من Y، حرف من اليسار مع حرف من H من اليمين، بس بشرط يكون الحرفين دول أو الطبقتين دول لهما نفس العمر. إزاي أعرف إنهما نفس العمر؟ أيوة، يكون لهما أيوة نفس المحتوى الحفوري. شايفين الحفورة دي اللي بي؟ هي نفس الحفوره اللي في اتش. بقايا الكائن اللي بي هي نفس بقايا الكائن اللي في اتش، اذا بي واتش لهما نفس العمر. طب بقايا الكائن اللي في دي هو نفس بقايا الكائن اللي في كي، اذا دي وكي لهما نفس العمر. بقايا الكائن اللي في جي هو نفس بقايا الكائن اللي في ام، اذا جي وام لهما نفس العمر الجيولوجي. اذا الطبقات التي بها نفس المحتوى الاحفوري يكون لها نفس العمر الجيولوجي. طيب مبدأ صلة القاطع والمقطوع، موضوع بسيط جدا، القاطع أحدث من المقطوع. أنا لو معايا ورقة قطعت الورقة، أيهما أحدث، القطع اللي أنا قطعته ولا الورقة؟ الورقة موجودة من قبل ما أمسكها أنا، لكن القطع ده جديد. إذن القطع أو القاطع أحدث من المقطوع. عندنا تدريب، عندنا ثلاث طبقات زي ما احنا شايفين، طبقة باء، طبقة ألف، وطبقة جيم السوداء دي. أيهما أحدث؟ أيوة طبقة جيم، لأنها قطعت ألف وباء. طبقة جيم لأنها قطعت ألف وباء. طيب الشوائب الدخيلة عبارة عن قطع صغيرة تختلف عن الصخر الذي وجدت فيه، ودائما الشوائب تكون أقدم من حيث أنها مستمدة من صخر آخر، من صخر آخر عن الصخر الذي يحتويها. ال 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 إيه معنى الكلام ده؟ لو فرضنا أن في طبقة صخرية معينة، صخر معين أيا كان أي نوعه، الصخر ده تعرض لعامل تجوية، تفتت وتكسر زي ما احنا شايفين كده، هذا صخر تفتت وتكسر. بعد ما تفتت وتكسر الصخر ده حدث ترسيب فوقيه، حدث إعادة ترسيب تاني، حدث ترسيب لطبقات مختلفة عن الصخر اللي كان متكسر. إذا الشوائب الموجودة داخل الصخر ده مختلفة ليه؟ لأن الطبقات اللي ترسبت مختلفة التركيب أو النوع عن الصخر، إيه؟ عن الفتات الصخري اللي تم الترسيب فوقه، لذلك بنسميها شوائب إيه؟ دخيلة. المهم عندي أن الشوائب أقدم من الصخور اللي تحويها، لأن الشائبة كانت موجودة ثم حدث الترسيب فوق عليه. تمام؟ إذا الشوائب أقدم من الصخور التي تحويها. بعد كده عندي عدم التوافق، عدم التوافق هو سطح يدل على حدوث تعري او انقطاع في الترسيب، واضح من الكلام عدم توافق يعني في شيئين مختلفين. تمام. طيب صور عدم التوافق في الطبيعه، عندي اربع صور من صور عدم التوافق في الطبيعه، عدم توافق زاوي، عدم توافق تخلفي، انقطاعي وشبه توافق. هناخد اول شيء عدم التوافق الزاوي. طبعا احنا عايزين نقول ان كل اللي بندرسه ده في النهايه، عايزين نوصل في النهايه ان احنا نحل قطاع جيولوجي، زي ما هنشوف بعد شويه اختبار الفاينل او الاختبار القصير الثاني هيكون فيه قطاع جيولوجي. القطاع الجيولوجي ده عبارة عن قطاع مش موجود في كتاب الطالب. طبعا احل ازاي شيء مش موجود في كتاب الطالب؟ ما هو شرح الدرس ده هيخليني اوصل ان انا احل قطاع جيولوجي، زي ما هنشوف بعد شوية هنتدرب على بعض القطاعات الجيولوجية. مبدأ صلة القاطع والمقطوع هحتاجه، صور عدم التوافق اللي هنشرحها دلوقتي دي هنحتاجها، الاقدم والاحدث كل ده هنحتاجه. تمام. قطاع جيولوجي اللي هيجي في الاختبار الفاينل او الاختبار القصير القادم هيكون قصير الثاني، يعني هيكون مش موجود في الكتاب. طب انا هحله ازاي؟ ايوه من خلال الدرس اللي احنا بنشرحه الحين هنقدر من خلاله نقدر نحل القطاع الجيولوجي. هتتدرب ازاي ونتدرب ازاي تحل القطاع الجيولوجي. طب عدم توافق زاوي، عدم توافق زاوي استدل على، اعرفه منين عدم التوافق الزاوي؟ وجود اختلاف في ميل الطبقات للتتابعين يفصل بينهما سطح عدم توافق، الطبقات الافقيه الطبقات اللي تحتها مائله زي ما انت شايف، اذا في عدم توافق اسمه زاوي. طيب عدم توافق تخلف في طبقات رسوبيه
طبقة نارية فوقها كتلة نارية فوقها طبقات رسوبية. إذا ده عدم توافق بسميه عدم توافق تخالفي، في اختلاف في نوع الصخور سواء كتلة نارية أو متحولة يعني. طيب عدم توافق انقطاعي يستدل عليه بوجود سطح التعري متعرج. لما اشوف خط متعرج كده بين وحدتين صخريتين بسميه عدم توافق انقطاعي. لما اشوف خط متعرج بحط السهم واسميه عدم توافق انقطاعي. طيب عدم توافق اسمه شبه توافق. دول طبقة لما اشوف بعيني طبقة كونجلوميرات اللي هي الدوائر دي، طبعا هتقول لي انا ازاي اعرف ان الطبقة دي كونجلوميرات مثلا؟ هو هيكتب لك في دليل الخريطة زي ما هنشوف بعد شوية، في دليل القطاع زي ما هنشوف بعد شوية، اذا كان هيقول لك ايه اسماء كل نوع من الانواع من الرسومات دي يعني هتشوف. المهم لما يفصل طبقة من الكونجلوميرات بين مجموعتين من الصخور متوازيتين ده بسميه عدم توافق اسمه شبه توافق. طيب نبدأ في القطاعات الجيولوجية. أنا عندي قطاع جيولوجي بالشكل ده، طبعا القطاع ده مش موجود في كتاب الطالب تمام، بس أنا مطلوب مني أحل الأسئلة دي من خلال الدرس اللي احنا شرحناه نقدر نحل الأسئلة دي. عشان أبدأ أحل لازم أحدد أسطح عدم توافق الأربعة احنا خدناه من شوية، أسطح عدم التوافق على القطاع. أنا خدت أربع أنواع من عدم التوافق لسه شرحينهم، عايزين نعرف مين فيهم موجود. طبعا مش الأربعة موجودين يعني، مين فيهم موجود على القطاع؟ بالكثير هيبقى يعني سطح او سطحين. طيب هنشوف هنا دي كتلة نارية. عرفت منين انت يا استاذ ان السودة دي كتلة نارية؟ في دليل القطاع على اليسار، صخور نارية في دليل، خد بالك الدليل. كل رسمة من دول هتعرف ايه معناها، الدوائر ايه معناها، النقاط ايه معناها، وهكذا. كتلة نارية فوقها كتل رسوبية، اذا ده عدم توافق اسمه تخالفي. طيب وهنا برضو طبقات مائلة فده بسميه عدم توافق زاوي، عدم توافق زاوي. طيب يبقى انا عندي كام عدم توافق في الرسم في القطاع؟ عندي اثنين. السؤال الاول كم عدد الدورات الترسيبية؟ دول كم سهم؟ سهمين، يبقى عدد الدورات الترسيبية ثلاثة. ازاي؟ شوف انت موجود عندك كام عدم توافق وزيد عليهم واحد. يعني انت لو عندك سهم واحد بس عدم توافق واحد بس في الرسم زيد عليه واحد يبقى عدد الدورات الترسيبية اثنين. لو عندك اثنين عدم توافق في الرسم سهمين يعني على الرسم زيد عليهم واحد، اذا عدد الدورات الترسيبية ثلاثة. السؤال الثاني حدد اسطح عدم التوافق، احنا حددناه. ما نوع الصدع في القطاع؟ طبعا الصدع خدناها، تعال نشوف الصدع. شوف ده مستوى الكسرة، ده مستوى سطح الفالق او الصدع اهو تمام. الحائط العلوي اهو اللي هو فوق مستوى سطح الفالق، ده الحائط العلوي وده الحائط السفلي. طيب الحائط العلوي مرتفع عن الحائط السفلي، اذا ده فالق معكوس. السؤال بعد كده ايهما احدث، الصدع او التداخل الناري الف او التداخل الناري باء؟ الصدع اللي هو الكسر ده هو الاحدث ولا التداخل الناري الف ولا باء؟ احنا لما اتكلمنا شويه عن الاحدث قلنا القاطع احدث من المقطوع، واضح ان القاطع الناري باء اثر عليهم جميعا، دخل على الصدع وكمان قطع القطع الناري الف، يبقى اذا القطع الناري باء هو الاحدث. ايه نوع الصخور المتحول نتيجه من التدخل الناري؟ طبعا زي ما انت اخذت في فصل الدراسه الاول، التدخل الناري دخل على الحجر الجيري هيعطينا حاجه مثلا زي الرخامه، ويدخل على الحجر الرملي هيديك حاجه اسمها كوارتزايت. يعني نوع الصخور المتحوله ممكن رخام او كوارتزايت. ده اول قطاع. طيب تعال نشوف قطاع تاني نتدرب اكتر. ادي القطاع هو موجود وادي الدليل بيقول لك الاسود ده قاطع ناري والدوائر دي طبقه الكونجلوميرات. السؤال الاول حدد اسطح عدم التوافق. طول ما في طبقه كونجلوميرات اذا عندي عدم توافق اسمه شبه توافق. حط سهم، انا عرفته منين؟ من وجود طبقه الكونجلوميرات، يبقى عندي عدم توافق اسمه شبه توافق. طيب كم عدد الدورات الترسيبيه؟ كم سهم ده انت حطيته على الرسم؟ واحد، يبقى عدد الدورات الترسيبيه اثنين، بزيد واحد. عندي سطح واحد عدم توافق زيد واحد يبقى عدد الدورات الترسيبيه اثنين. طيب ايهما احدث، القاطع الناري ام الطيه؟ شايفين الطيه الصخور المطويه اللي تحت دي مطويه اللي عامله زي المنحنى دي المائل، مين الاحدث، القاطع الناري ولا الطيه؟ مين قطع مين؟ مين دخل على مين؟ ايوه القاطع الناري قطع الطيه، يبقى القاطع الناري هو الاحدث، القاطع احدث من المقطوع. طيب ايهما احدث، الصدع ام الطيه؟ لاحظ الصدع الكسره ده الكسر، الطيه اتكسرت، يعني كان في طيه ثم انكسرت،
يبقى مين الاحدث؟ الصدع طبعا، اللي هو اللي اتكسر الطي، هو اللي اتكسر الطي او الطي تاثرت بيه او هو اثر على الطي، فهو الاحدث منه. القطع اللي بعد القطع اللي بعد كده زي ما احنا شايفين دي طبقه كونجلوميرات دوائر. دي السؤال، حدد اسطح عدم التوافق على الرسم. ايوه، طول ما في طبقه كونجلوميرات يبقى انا عندي سطح اسمه سطح عدم التوافق، اسمه شبه التوافق، بحط سهم هنا. كم عدد الدورات الترسيبيه؟ زيد واحد، يبقى عدد الدورات الترسيبيه دول سهم واحد، زيد واحد يبقى اثنين. السؤال التالي، ايهم احدث، الطي ام طبقه كونجلوميرات؟ شفت الطي، شفت الصخور المطويه دي، شفت الصخور المنثنيه دي، مين احدث، الطي ولا طبقه كونجلوميرات؟ هل طبقه الكونجلوميرات الدوائر دي تاثرت بالطي؟ لا، اذا الطي احدث. اسف، يبقى اذا طبقه الكونجلوميرات احدث لانها لم تتاثر بالطي، يبقى ترسبت بعدها، بعد ما حدثت الطية دي، يبقى ترسبت بعد ما حدثت الطية دي. طيب القطاع الاخير معايا زي ما احنا شايفين بالشكل كده، حدد اسطح عدم التوافق على الرسم. طبعا ده القاطع الناري، دي طبقه الكونجلوميرات الدوائر، ده دليل القطاع. حدد اسطح عدم التوافق على الرسم. ايوه، هنا سطح بسميه شبه توافق، وده هنا سهم بسميه، اسف، هنا اللي فوق ده بسميه تخالفي، واللي تحت بسميه شبه توافق. كم عدد الدورات الترسيبية؟ سهمين، زيد واحد يبقى ثلاثة. أيهم أحدث، القاطع الناري أم طبقة الكونجلوميرات؟ واضح أن القاطع الناري بالأسود قطع أو دخل على طبقة الكونجلوميرات، إذا القاطع الناري هو الأحدث من طبقة الكونجلوميرات. دي طريقة تدريب القطاعات الجيولوجية يا شباب. طبعا القطاع الجيولوجي مهم جدا، بيجي لك في الفاينل وبيجي لك كمان في اختبارات القصيرة، ده تدريب على بعض الأسئلة المتوقعة في القطاعات الجيولوجية وزي ايه نحلها ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. نتقابل قريبا في درس جديد، تقريبا الدرس القادم حيكون الدرس الأخير خرائط الجيولوجية بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.